حلقة جديدة مشاهدينا الكرام من زوايا الحدث، نخصصها لمتابعة تطورات المشهد السياسي على ضوء التصعيد العسكري القائم والتحركات السياسية الجارية. ما يبدو أنه توقف للمسار السياسي لم يكن في حقيقته سوى هروب من قبل الميليشيا نحو طريق آخر للبحث عن حل سياسي أقل تشدد من الحلول المطروحة على طاولة المفاوضات. وفي حين يبدو أن الخيار العسكري ماض باتجاه الحسم، تواصل الميليشيا تحركاتها السياسية خارج إطار عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، محاولة الالتفاف على شروط السلام وعلى خيار الحسم العسكري في آن واحد، وهو الأمر الذي يبدو واضحا من خلال سعيها لإعادة تشكيل هيئاتها في صنعاء ولقاءاتها بأطراف التحالف العربي من الإمارات إلى الأردن ومصر مرورا بالمملكة العربية السعودية. في هذه الحلقة نناقش تطورات المشهد السياسي اليمني على محورين: تحركات الميليشيا الرامية إلى الالتفاف على المسار السياسي، وواقعية الخيار العسكري وقدرة السلطة الشرعية على الحسم. لم ينتهي المسار السياسي بعد، وإن كان الجزء الظاهر منه قد توقف بفشل جولة الكويت قبل أيام، إلا أن التحركات السياسية لا تزال قائمة وتتصاعد بشكل لافت بموازاة العمليات العسكرية التي عادت إلى معظم جبهات القتال بين القوات الحكومية والقوات التابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع. والحديث عن توجه السلطة الشرعية نحو خيار الحسم العسكري، يبدو المشهد السياسي قادما على عدد من التطورات التي ستؤثر على المشهد اليمني برمته. تحاول الميليشيا الالتفاف على فشل محادثات الكويت بالبحث عن مخرج سياسي من أماكن أخرى، وهي بذلك تسعى لأن تحصل على تسوية سياسية لا تضطرها لتقديم التنازلات التي يفرضها القرار الأممي 22/16. شكلت الميليشيا مجلسها السياسي ودعت مجلس النواب للانعقاد، وهي الخطوات التي اعتبرتها الحكومة غير دستورية وتنسف مسار السلام وتعرقل التوصل إلى حل. ولكن ما يبدو واضحا هو أن فريق الانقلابيين لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة عن طريق المفاوضات، ولذلك يكثف اتصالاته خارج هذا المسار. بدأ هذا واضحا في اللقاء الذي جمع فريق الانقلابيين جناح المؤتمر بنجل المخلوع في أبوظبي للمرة الأولى، رغم ادعائهم وجوده رهن الإقامة الجبرية منذ انطلاق عمليات التحالف العربي قبل عام ونصف، وهي خطوة لا تخلو من هدف سياسي كما يقرر بعض المراقبين. كما يبدو هذا واضحا أيضا من خلال الزيارات التي ينوي فريق الانقلابيين تنفيذها، وتشمل المملكة العربية السعودية والأردن ومصر، وهي الزيارات التي يتوقع من خلالها استكمال مسار التفاهمات التي عقدها الحوثيون مع السعودية في وقت سابق، وحث الأردن ومصر على لعب دور أكبر باتجاه التوصل للصفقة المرتقبة. لا تسير الأزمة باتجاه واحد، وفي الوقت الذي يبدو أنها ماضية باتجاه الحسم العسكري، يظهر أن المسار السياسي لم يفقد كل دوافعه بعد، ولا يزال بمقدوره خلط الأوراق في كل مرة. إذن أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث التي سنناقش فيها ونحاول تتبع تطورات المشهد السياسي إلى أين يسير في ظل التعقيدات الحاصلة والتطورات أيضا الحاصلة على الميدان، وأيضا التحركات السياسية الجارية سواء من فريق الانقلابيين أو أيضا تصريحات المسؤولين في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد التطورات الأخيرة في التحركات لوفد الانقلابيين الذي كان مشارك في المباحثات وزيارته إلى الإمارات واعتماده الآن نحو الذهاب إلى الإمارات واللقاء بنجل المخلوع، وأيضا هناك حديث عن زيارات ستكون أيضا في الإمارات بعد الإمارات إلى الأردن ومصر. نبدأ النقاش في هذه الحلقة مع رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلاب. أهلا بك دكتور نجيب. أهلا وسهلا بك، مساء الخير والعافية. مساء النور دكتور نجيب. بداية، الدعوة الآن من قبل الانقلابيين في صنعاء لمجلس النواب للانعقاد، تأثير هذه الخطوة على المشهد بشكل عام؟ أولا هذه الدعوة يعني هي تأتي في مسار محاولة يعني إنتاج أمل كاذب، يعني محاولة لشرعنة انقلاب أثبت هذا الانقلاب أنه فاشل يعني في مسألة إدارة الحكم وحتى في إدارة الدولة، وكانت وظيفتها الأساسية وكأنها تدمير هذه المؤسسات الجمهورية، واليوم يركزوا على مجلس النواب وهو مؤسسة شرعية يعني ودستورية، وبالتالي توظيفها اليوم في الصراع وتحويلها إلى أداء انتقاب أداء انقلابية
أنا أعتقد أنه هذا يهدد المشروع الجمهوري لصالح الكهنوت السياسي، بمعنى أنك تحول اليوم الإرادة الشعبية المعبرة عن المعبرة عن الجمهورية تحولها إلى أداة لشرعنة الكهنوت الإنقلابي، بمعنى طيب. أنه اليوم يا صالح المؤتمري يقوم بكارثة مضافة، كان سابقا تحول إلى حاضنة للإنقلاب ثم إلى أداة وظيفية بيده، واليوم يتحول إلى أداة مضافة لهذا الكهنوت، بمعنى أنهم يمارسوا جريمة ضد مؤسسات الجمهورية كما مارسوها ضد مؤسسات الأمن والجيش، اليوم يمارسوها ضد هذه المؤسسة النيابية التي تعكس إرادة الشعب. طيب وصفت الحالة الجريمة. دكتور وصفت الحالة دكتور نجيب بأنها إنتاج أمل كاذب وخادع، لكن نحن نتحدث عن وقائع. إذا ما تم الذهاب فعلا يوم السبت ومنح مجلس النواب هذا المجلس السياسي الثقة، كيف هذا عمل غير دستوري، تمنح ماذا؟ لا يوجد مؤسسة، لا يوجد مؤسسة في الدستور الجمهورية اليمنية اسمها المجلس السياسي، وكأنك تمنح اللجنة الثورية شرعية، هذا هو انعكاس آخر للجنة ثورية أخرى لكن بشراكة بين المؤتمر والحركة الحوثية، بمعنى أن هذا عمل غير دستوري وغير قانوني، بل أنه يكسر الدستور ويدمره، بمعنى أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم. لكن الدعوة دكتور نجيب، الدعوة هي أتت من رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وهو ما زال على رأس هذه المؤسسة والتي هي أيضا ضمن الدستور اليمني. يا أخي هذه دعوة، لو كانوا يعني يمشوا على الدستور يمشوا بطريقة مغايرة، على الأقل يمسكوا بالمظاهر الشكلية، رغم أنه سيظل انتقاب مهما طبقوا الإجراءات الشكلية، لأنه لدينا شرعية ولدينا مبادرة خليجية، والمجلس النواب قراراته مرتبطة بتوافق، يعني نص وتوافق كامل بين كل الأطراف، وإذا اختار مجلس النواب ترفع إلى رئيس الجمهورية، سيكون هناك أطراف مع الشرعية وموجودين وسيقررون أنه ما اتخذ هذا المجلس غير صحيح. نعود إلى طيب هذا مجلس النواب، مجلس النواب الحالي دكتور نجيب هو المجلس الأطول ربما في الحياة السياسية اليمنية، وهو معروف أن الأغلبية يمتلكها المؤتمر الشعبي العام. صحيح. في حال ما تم الانعقاد وبالنصاب المتوفر كيف سيتم التعامل مع الموضوع؟ أنت أشرت إلى المبادرة الخليجية، وفعلا المبادرة الخليجية هي تركت الموضوع للتوافق بين كل الأطراف السياسية، أنا لا أغلبية ولا أقلية موجودة. صحيح. وبالتالي من ناحية واقعية هو تم تهميش هذه المؤسسة عبر المبادرة الخليجية لصالح التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة، وبالتالي لا يمكن لمجلس النواب ما اتخذ من قرار، هي محاولة صحيحة مهما اتخذ من قرار مناقض للمبادرة الخارجية، هذه الأعمال كلها التي تقوم بها أطراف الانقلاب هدفها تدمير المرجعيات من المبادرة الخارجية إلى قرار مجلس الأمن حتى الدستور نفسه إلى مخرجات الحوار، هو محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق من خلال الدستور، لكن بطريقة مشوهة وبطريقة غير دستورية وبطريقة تدمر الدستور نفسه. طيب بالنسبة للحكومة الشرعية الآن، بالنسبة للحكومة الشرعية إلى أي حد هذه الخطوة وهذه الدعوة من قبل يحيى الراعي هي مزعجة للحكومة الشرعية؟ أنا أعتقد أنه التعامل معها يعني يتم التعامل معها بشكل مبالغ، لكن بالأخير لابد للحكومة الشرعية من اتخاذ إجراءات يعني لمقاومة ومناهضة هذا العمل باعتباره جزء من الحرب ضد الانقلاب ليس إلا، لكن هو لا يشكل خطر يعني حقيقي بحيث أنه يعني سيحدث متغيرات جذرية، لن يعترف أحد بهذا الانقلاب نهائيا فقط هذه الإجراءات التي تتم، لكن بالأخير ستظل فكرة العمليات العسكرية هي الأهم، وبالتالي هذه الإجراءات هي لن تنتج ولن تشعل إلا الحروب، بمعنى وكأنه كما قال اليوم وزير الخارجية أعلنوا حرب أخرى، هي حرب مستمرة لكن هذا حرب أخرى، وبالتالي نحن في حالة دفاع عن دولتنا، دفاع عن دستورنا، دفاع عن بلادنا. طيب قلت يا دكتور نجيب أن على الحكومة الشرعية مواجهة هذه الخطوة، لا دستوري ولا بقانون. طيب قلت أن على الحكومة الشرعية مواجهة ومجابهة هذه الخطوة وهذه الدعوة، فقط الحكومة الشرعية يجب أن تتحمل المسؤولية أم أن أيضا دول التحالف العربي الأخرى والمجتمع الدولي الراعي للعملية السياسية في اليمن، أين هو من هذه الدعوة وما الذي يمكن عمله؟ ونحن نشاهد الآن ونتابع في الأخبار تحركات وفد الانقلابيين داخل حدود دول التحالف العربي. اولا نشوف هذه التحركات اللي يقوم بها أطراف الانقلاب، وهناك تحركات سابقة لهم لمحاولة شرعنة هذه الخطوات ومحاولة القبول بها،
لكن هذه الخطوات كلها ليست إلا أدوات ساقطة لتحقيق أكبر إنجازات في حالة حصل حل سياسي. لكن مشكلتهم أنهم لا يفقهون الواقع بطريقة صحيحة وهم في غيهم يعمهون. كل إجراءاتهم التي يحاولوا من خلالها تحقيق مكاسب تتحول إلى قنابل تفجرهم، يعني وكأنهم يشعلون حرب ضد أنفسهم، لأنه كل هذه الإجراءات غير مقبولة لا من التحالف العربي ولا من الشرعية ولا من الشعب اليمني ولا من المنظومة الدولية. لا يوجد كل الإعلام من يوم أعلنوا هذا المجلس وكل ردود الفعل كلها مبادلة، وبالتالي لن يكون هناك توافق لا دولي ولا إقليمي على هذه الإجراءات، وسيتم يعني التعامل معها باعتبارها إجراءات انفرادية، وبالتالي هم يقررون اليوم الحرب التي نقوم بها ضد الانقلاب، لأنهم لا يريدون حل سياسي بهذا الشكل. ما يقومون به هو محاولة إقصاء الجميع ومحاولة توليد نظام استبدادي بطريقة دستورية مشوهة وغبية، ولن يصدقها أحد إلا حتى هم أنفسها يعرفون أنه تلاعب. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا العمل هي محاولة أو يعني مسي تقوم بها أطراف الإنقلاب بالذات تيار صالح لمحاولة الخروج من المأزق الذي والمعضلة التي يعيشون. طيب سنعود لمناقشة هذه التحركات بقليل، سنعود لمناقشة هذه التحركات بشيء من الاستفاضة معك ومع باقي ضيوفنا، لكن استأذنك بالبقاء دكتور نجيب. أذهب إلى الدكتور عمر عبد العزيز الباحث والمحلل السياسي انضم إلينا من لندن. أهلا بك دكتور عمر. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. دكتور عمر، الإمارات اسم بارز في الأخبار هذه الأيام بالنسبة لليمنيين، أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة يغادر في حين وصل وفد الانقلابيين للقاء نجل المخلوع هناك، أيضا المبعوث الأممي يلتقي بوزير الشؤون الخارجية الإماراتية. كيف تنظر لهذه التحركات والدور الإماراتي حاليا؟ أنا أعتقد أن دور الإمارات هو ترجمة أمينة لذات الدور الذي بدأ منذ عام 2011 عندما كانت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرا للحوار المحتمل آنئذ وللمبادرة الخليجية التي كان يفترض أن توقع أساسا في سفارة الدولة بصنعاء، لولا أن أنصار صالح قاموا بطريقة همجية وفوضوية بمحاصرة السفارة وبإعاز طبعا من علي عبد الله صالح آنئذ عندما كان يتحجج بأن على الجميع أن يأتوا إلى دار الرئاسة للتوقيع، فرفض المعارضة، رفضت طبعا هذا إذن. تاليا ظلت الإمارات ممسكة بأهمية الاستمرار في العملية السياسية على قاعدة المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في نهاية المطاف في الرياض، ثم قامت بدور موازي فيما يتعلق بدعم المبادرة على خط البرنامج المزمن للتنفيذ، واشتركت بفعالية حاسمة في عاصفة الحزم كما نعرف جميعا، سواء على مستوى العمل العسكري أو على مستوى إعادة الأمل بطريقة لافتة وملفتة إلى أبعد الحدود. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا هو موقف الإمارات وهذا هو دورها الرئيسي والجوهري. طيب بالنسبة للموقف الحالي للإمارات دكتور عمر، المؤتمر الشعبي العام مصنف من قبل الإمارات ودول التحالف العربي أنه طرف في الحرب الدائرة مع التحالف إلى جانب الحوثيين، ميليشيا الحوثي. اليوم هذه التحركات والسماح للإماراتيين لوفد الانقلاب بلقاء نجل المخلوع هناك في أبوظبي، هل يفهم من هذا أنه صفحة جديدة تتم مع المؤتمر الشعبي العام، مقدمة أو تهيئة لصفقة سياسية قادمة؟ عندما نتحدث عن المؤتمر الشعبي العام علينا أن نعرف أن قطاعا واسعا من أعضاء المؤتمر الشعبي العام انشقوا عن المؤتمر الشعبي العام في عام 2011، ثم بعد ذلك قطاع آخر من المؤتمر الشعبي العام الآن وقيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الرئيس عبد الرب منصور هادي وآخرين الآن يمثلون الشرعية أو طرف الأساسي في الشرعية. وتبعا لذلك نحن نتكلم عن تنظيم كان يحكم، ونحن نتكلم عن تنظيم لم يتمأسس سياسيا كما ينبغي، وهو بهذا المعنى كان عبارة عن منصة أفقية واحدة. هذا حقيقي، لكن من التقى اليوم بأبو ظبي نتكلم دكتور عمر، نستطيع أن نجير المؤتمر الشعبي العام على علي عبد الله صالح. فعلا هذا حقيقي أن هناك أكثر من فصل داخل المؤتمر الشعبي العام، لكن من التقى بنجل المخلوع في أبو ظبي اليوم هم من كانوا يمثلوا المؤتمر في حوارات ومشاورات الكويت، من هم محسوبين على علي عبد الله صالح؟ لا أدري هل هنالك مغزى خاص لهذه المسألة. أنا في تقديري الشخصي هذه زيارة خاصة عادية، لا يفترض أن تتحمل أبعاد أكثر مما تحتمل، أمر اعتيادي جدا. قاموا بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسيغادرون. لا أرى أن لهذا المسألة أهمية أو تداعيات سياسية أو مغزى سياسي خاص.
الموقف الإماراتي لابد أن يقرأ بتواصله وبامتداداته وبثباته منذ عام 2011 وما قبل ذلك حتى. طيب. وإلى يومنا هذا موقف مهم جدا فيما يتعلق بعاصفة الحزم، إعادة الأمل، إعادة البناء، إعادة المأسسة على مختلف المستويات، وبالتالي علينا أن نقرأ المشهد كما ينبغي أن يقرأ موضوعيا. أما بعض العوارض الأخرى والبورصة الإعلامية التي تحاول أن تضفي أبعاد أكثر من اللازم في بعض الأشياء. طيب أستاذنك بالبقاء معنا دكتور دكتور عمر، استاذنك بالبقاء معنا في هذه الحلقه من زاوية الحدث. اعود مره اخرى الى الدكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيره العربيه للدراسات. المحطه التاليه بعد الامارات هناك وفد الميليشيا اعتزم بالقيام بزياره الى السعوديه والاردن ومصر. هل يمكن حديث عن صفقه سياسيه خارج اطار المحادثات التي ترعاها الامم المتحده؟ اولا فيما يخص زياره الامارات، انا يبدو لي انه كان اقترفت أطراف الإنقلاب الحوثية والمؤتمر خطأ كبير بوضع أحمد علي قائد الحبس الجمهوري السابق في قائمة الأسرى. أنا من وجهة نظري كان هذا نوع من الإهانة وجهت للإمارات، لأنه وضعه كأسير داخل الإمارات، بالذات نحن نعرف أنه الإمارات استقبلت ضيوف كثير حتى من أطراف الإنقلاب، يعني لم تكن متحيزة بشكل كامل ضد الأطراف اليمنية المؤيدة حتى للإنقلاب. وبالتالي كان أنا أعتبر أنه وضع يعني التعامل مع أحمد علي كأسير داخل الإمارات، أنا أعتبر أنه كأنها وجهت إهانة للإمارات، حتى لو تم وضعه تحت الإقامة الجبرية كما كان يتم التداول إعلاميا، لكن المبالغة من طرف الإنقلاب ومحاورة توظيف هذه المسألة بشكل يعني غير نظيف، ربما هذه الزيارة لمحاولة إعطاء رسالة واعتذار مباشر للإمارات عن هذا الخطأ الفادح. هذا أولا. مسألة الحراك الآخر في مصر ولدى يعني دول التحالف، هو لا يأتي من أجل شرعنة الإنقلاب حسب تصوري، إنما يعني هناك حراك كثيف دبلوماسية غير شعبية، وهناك وساطات متعددة ما تسمى بالنوافذ الخلفية كمحاولة يعني للوصول إلى حل سياسي. لكن هذا طيب دكتور نجيب، لن يكون إلا وفق المرجعيات، أي حاجة غير هذا الكلام هذه الحراك لن يكون مقبولا لا في مصر ولا في الأردن ولا في السعودية ولا في الإمارات ولا في أي مكان، لن يقبل أي حراك دبلوماسي خارج إطار المرجعيات، وبالتالي أنا أعتقد حركتهم لن تخرج عن هذا الإطار. ما يتم شرعنتها اليوم في صنعاء هي محاولة للضغوط، وهذه الضغوط لن تنجح بل ستزيد النار اشتعالا تحت أقدامهم. طيب دكتور نجيب، موضوع أيضا ضمن الزيارات ربما الوجهة الرئيسية أو المهمة أو الأبرز هي الرياض، أيضا ستكون هناك زيارة لهم إلى الرياض، كيف يمكن فهم هذا التحرك في ظل استمرار المواجهات على الحدود مع المملكة العربية السعودية، واليوم ربما آخر الأخبار تحدث عن إطلاق صاروخين باليستيين؟ والله أنا ما عنديش معلومات مؤكدة عن زيارة أعضاء المؤتمر الشعبي العام من تيار صالح للرياض، لكن هذا لا يعني أنه ما فيش نوافذ خلفية أيضا مع الميليشيات، لكن يبدو لي أن المسألة مرتبطة بمسألة تفعيل يعني البند الموجود في في في, في الإعلان. هي الأخبار تتحدث عن أنه زيارة وفد للميليشيا الحوثي للرياض. معقولة يعني إذن هذا مرتبط، ربما مرتبط بمسألة يعني اتفاقية ظهران الجنوب ومحاولة تفعيل لجان التهدئة، هذه مسألة طبيعية، يعني الأمم المتحدة ربما هي من تحكم هذه الزيارات وليست سياسة يعني من قبل الرياض المحاولة كسب الميليشيات لأنهم في حالة حرب، لكن ضمن السياسات التي تتخذها الأمم المتحدة، وهذه مسألة طبيعية في الحروب لا تؤثر أبدا على الأهداف الكلية للمعركة. أشكرك جزيلا دكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الدكتور عمر عبد العزيز مرة أخرى. دكتور عمر، من الخيارات المطروحة الآن موضوع الخيار العسكري، هل ما يزال خيار واقعي؟ ونحن نشاهد ونتابع أخبار هذه التحركات للميليشيا داخل دول التحالف العربي، هل ما يزال مطروح؟ أولاً أي خيارات ميدانية وسياسية وعملياتية هي خيارات قائمة على مقدمات،
والمقدمات تؤشر إلى الخيار العسكري الآن أصبح خيارا جوهريا وأساسيا، ولكنه ليس الخيار الوحيد بطبيعة الحال. عندما نتحدث عن مثل هذه المعارك المحتدمة بآفاق متعددة، علينا أن نفهم أن هنالك نوع من التشبيك العملياتي، والذي يشمل البعد الميداني والبعد اللوجستي والبعد الثقافي والبعد السياسي والبعد الحواري. كل هذه الأبعاد مجتمعة تمثل منظومة واحدة، لكن في نهاية المطاف كما تكرم الأستاذ نجيب غلاب، هنالك مرجعيات، وهذه المرجعيات مجمع عليها عربيا وتحالفيا ويمنيا وإقليميا ودوليا على كل المستويات. وهذه المرجعيات وضحت المعالم لجهة قراءتها النصية وقراءتها التفسيرية مما جاء في ورقة أصلا الموفد الأممي الذي كان في الكويت على مدى أشهر. وبالتالي المسألة الآن هي على النحو التالي: لابد أن يكون لدينا قبول إجرائي منطقي بكل أشكال العمل الممكن وبكل أشكال التواصلات الممكنة، ولكن أيضا وضمنا لابد أن نستوعب أن الخيار العسكري الآن وارد باعتباره خيارا رئيسيا وجوهريا، لأنه الميدان هو الذي سيصنع الحل في نهاية المطاف. يعني كل هذه الجهود التي تبذل وهي جهود، هل هو خيار أم بديل إلى فشل؟ لا ليس هنالك بديل مطلق. لا، حتى عندما نتحدث عن العمل العسكري علينا أن نفهم أن هذا العمل هو عمل كفاحي متعدد الأبعاد، ليس كلاشينكوف وطائرة ومدفعية، ولكنه أيضا أعمال نضالية متعددة الأبعاد متعددة الأهداف، بما في ذلك أيضا رأب الصدع وإصلاح ذات البين ومحاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة المخاطبة للعقلاء إن كان هنالك بعض العقلاء ما زالوا في الداخل أو في أي مكان آخر. وبالتالي لابد من أن يكون هناك جهود مبذولة على مختلف المستويات، ومن هنا أنا أستوعب كل أشكال الامتصاص الحراكي إنجاز التعبير. طيب دكتور عمر، سؤال أخير في أقل من دقيقة، لم يعد لدينا كثير من الوقت. نعم. دكتور عمر، هل تعتقد أو تقرأ أنه في القريب ربما أن يتم دفع بقوات عسكرية وعملية عسكرية في أكثر من جبهة على الميدان باتجاه دعم العملية العسكرية؟ هذه مسألة يعرفها العسكريون المعنيون بهذا الأمر في تقديري الشخصي، ولكن الخيار العسكري الآن أصبح خيار جوهري، خيار أساسي، بعد أن تبين بالدليل القاطع أنه لا استعداد لدى الحوثيين وصالح في أن يتفهموا ويفهموا ضرورة اللجوء إلى الحل السلمي وضرورة الأخذ بالعملية السياسية من حيث توقفت. طالما هم لا يريدون ذلك، فإن الخيار العسكري سيكون خيار جبري لا مفر منه، ولكنني لا أستطيع أن أحدد طبيعة السيناريو العسكري، ولا أستطيع أن أحدد إن كان هنالك أفق لأمل في تسوية أم لا حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك دكتور. مخالطون في الميدان عملون عليها. شكرا جزيلا لك دكتور عمر عبد العزيز، كنت معنا من لندن. نختم هذه الحلقة بالتواصل مع مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد موسى العامري. أهلا بك دكتور محمد. مرحبا، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور محمد. إذن الميليشيا تذهب نحو التصعيد بعد فشل المشاورات، تعلن عن مجلس سياسي في صنعاء، ومن ثم يحيى الراعي يدعو مجلس النواب للانعقاد. كيف تنظرون لهذه الخطوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الانقلابيين المتمردين حينما يعني فشلوا في الحصول على شرعية لانقلابهم وعدوانهم وظلمهم على الشعب اليمني من خلال مشاورات الكويت، اتجهوا إلى خطوة أخرى وهي تشكيل المجلس السياسي لعلهم يظفروا من خلاله بما عجزوا عن تحقيقه في مشاورات الكويت. طيب ما هي خططكم للتعامل؟ يعني تصعيدية. طيب ما هي خططكم في الحكومة للتعامل مع هذه الخطوة؟ دكتور محمد، ما هي خططكم للتعامل مع هذه الخطوة، بحثهم عن شرعنة الانقلاب كما تقول، كيف ستتعاملون معها؟ أولا بالنسبة للحكومة، الحكومة أصدرت بيان بالأمس واليوم رئيس وزير الخارجية يدعون فيها الشعب اليمني كافة إلى رفض هذه الخطوات الانقلابية، يدعون فيها إلى يبينون فيها عدم دستورية هذه الخطوة التي اتخذت من قبل الانقلابيين، يدعون فيها المجتمع الدولي كافة إلى إدانة هذه الخطوة، يحملون الحوثيين وجماعة صالح مسؤولية فشل أي حلول سلمية. يعني يعتبرون هذه الخطوة هي تحدي ثابر للمجتمع الدولي وللشعب اليمني، خطوة باتجاه التصعيد باتجاه الحرب. هذه الأمور الحكومة يعني كانت قد أصدرت بيان الأمس توضح الموقف منها،
بالنسبة لنا احنا كنا حريصين على السلام، كنا حريصين على الوصول الى تسوية عادلة، لكن الانقلابيين كل يوم يثبتون انهم يتجهون بالشعب اليمني الى الهاوية، لا يأبهون بمعاناته، لا يأبهون ب يعني جراحاته. طيب دكتور محمد، يطرح تساؤل الان عن ما قامت به الحكومة كمحاولات لتحييد هذه المؤسسة المهمة التي تمثل الشعب، مؤسسة مجلس النواب. إلى الآن يعني ونحن نشاهد هذه الدعوات وربما يتم الاستجابة وتحضر عدد لا بأس به من أعضاء مجلس النواب، هنا يبرز تساؤل، ما الذي قمتم به في الحكومة لتحييد هذه المؤسسة حتى لا تكون في صف الانقلابيين؟ أولاً الانقلابيون لا يملكون حق دعوة مجلس النواب، مجلس النواب هو قص الشرعية، ويعني الدعوة التي جهت إليه صادرة من جهة انقلابية ليس لها أي صفة دستورية، هذا من جهة. الجهة الثانية أنا أعتقد أن الحكومة كانت واضحة باعتبار أن من يستجيب من أعضاء مجلس النواب لهذه الدعوة يعتبر شريكاً في العملية الانقلابية، ويعتبر قد خان الأمانة التي من يعني أدى القسم الدستوري على احترامها والالتزام بها. ثالثا مجلس النواب اليوم يعني كما تعلم ويعلم الجميع انه من خلال الوزاره الخارجيه اصبحت قراراته توافقيه، ومن ثم لا معنى لاي انعقاد في ما لم يكن هناك يعني توافق بين الاطراف التي كانت مشاركه في المبادره الخليجيه. لكن الجماعه في صنعاء هم لا يعترفون اساسا بالمبادره الخليجيه ويعتبرون ايضا المبادره الخليجيه والتحالف العربي عدو لهم الان. طبعا هم يعني حقيقة لا يؤمنون لا بقرارات مجلس الأمن ولا بالبلاد الخليجية ولا بأي يعني مؤسسة يعني معترف بها دوليا أو محليا، هم عبارة عن عصابة انقلابية متمردة، ومن ثم يعني هذه الدعوة يائسة ودعوة محبطة، يعني يحاولون أن يلهوا الشعب بها، يحاولون أن يصوروا أنهم على شيء، وفي الحقيقة هم ليسوا على شيء، لا هم جهة رسمية ولا معترف بها، هم عبارة عن عصابة ليس لهم أي صفة دستورية، وكل ما بني على باطل فهو باطل. طيب هناك تطور أيضا مهم هو تحرك وفود للانقلابين سواء المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي داخل دول التحالف العربي، اليوم تحرك في الإمارات وهناك حديث عن زيارة ربما إلى مصر والأردن والسعودية، كيف تنظرون في الحكومة لهذه التحركات وإلى أي حد هي مزعجة لكم؟ بالنسبة لنا نعتبر أن أي تحرك يجب أن يقابل من قبل الأشقاء، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلس التعاون، الجامعة العربية، يجب أن يقابل بمكاشفة حقيقية لهؤلاء أنهم عصابة وأنهم انقلابيون متمردون، ويجب أن تدان جميع أعمالهم وجميع خطواتهم، وأن يحملوا مسؤولية كل قطرة دم تسفك في اليمن، كل معاناة يعانيها أي فرد من أفراد الشعب اليمني، هم من صنع هذه المعاناة، هم يريدون إطالة الحرب لكي يسترزقوا منها ولكي ينهبوا ما يقدرون عليه من المال، لأنهم عصابة في النهاية لا يبالون بأي شيء بأي معاناة لهذا الشعب. طيب الآن هناك بعض التحليلات تنظر لهذه التحركات أنه ربما قد يكون نوع من التخلي عن الحكومة الشرعية، وأن دول التحالف العربي الآن تريد أن تلعب دور الوسيط وتترككم في مواجهة معهم. ابدا وليس هناك اي تخلي، المجتمع الدولي، الجامعه العربيه، المؤتمر الاسلامي، كل هذه المؤسسات تقف الى جانب اليمن، الى جانب الشعب، الى جانب الشرعيه، الى جانب الحكومه، لا يوجد اي مؤشر يدل على ذلك، ومشاورات الكويت اثبتت فعلا ان هذه الجماعه لا تريد السلام وانها تسعى يعني الى الهاويه بنفسها والهاويه للشعب اليمني، لا يجد اي شيء. طيب في خضم هذه التحركات للانقلابيين يبرز تساؤل، اين هي تحركات الحكومه والتواصل مع المجتمع الدولي مع رعاه العمليه السياسيه لايضاح الموقف وايضاح تاثير هذه الخطوات من قبل الانقلابيين؟ الحكومه تبذل قصارى جهدها، تتحرك، صحيح هناك قصور لا ننكره، لكن يعني لا تزال يعني العملية مستمرة، الميدان أيضا قائم، يعني كل المسارات تعمل في اتجاه، هناك المسار السياسي، هناك يعني تحركات على مستوى الدول الراعية، هناك تواصل مستمر من قبل وزير الخارجية ووزارة الخارجية ورئاسة الوزراء، هناك أيضا استمرار يعني دبلوماسي، هناك حركة أيضا اقتصادية للتخلص من قبضة الميليشيات على البنك المركزي اليمني، هناك ايضا ميدان يتحرك، المسارات كلها ماشيه في طريقها.
طيب بالنسبة للمسار العسكري الآن، هل ما زال الحديث عنه مجدي ومهم أم هو ربما قد يخفت قليلا في ظل التحركات التي تحصل داخل الإمارات والأردن وربما قريبا وفد للحوثيين في السعودية؟ لا يعني هو يعني احنا كما تعلم ويعلم الجميع الحكومة يعني حريصة كل الحرص من منطلق المسؤولية على أنه ما سيتحقق بالسلام ليس واجبا أن يتحقق بالحرب، لكن نحن من خلال تجربة مريرة مع هذه الجماعة مع هذه العصابة ثبت أنهم لا يريدون أي تحرك سلمي وأنهم يعني هواة حرب وهواة سفك دماء، والواقع أكبر شاهد على ذلك. أشكرك جزيلا مستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد موسى العامري، وأيضا الشكر موصول لضيوفي في هذه الحلقة الدكتور نجيب غلاب وأيضا الدكتور عمر عبد العزيز. شكرا لكم مشاهدينا، نلقاكم في حلقة قادمة من زوايا الحدث.